الكومبارتمنت التالتة في الليج اللي هي البوستيريو كومبارتمنت او الباك اوف ذا ليج. هذه الكومبارتمنت الكونتنت بتاعتها كانت متقسمة الى مجموعة عضلات مترتبة في صفين اتنين، ومجموعة اخرى من النيرف والفيزلز اللي بتولى تغذيتها. عضلاتها اللي هي في الصفين المسلز بتاعتها كانت كالتالي: سوبرفيشال جروب وديب جروب. السوبرفيشال جروب اوف مسلز كانت عبارة عن ثلاث عضلات. العضلة الاولى لها راسين، لها تهدي اسمها الجاستروكنيميوس، قعد ديب لها السوليوس وجنبها البلانتاريس. دي الجروب الاولى اللي اسمها سوبرفيشال جروب. الجروب الثانية اللي اسمها الديب جروب كانت ايضا عبارة عن اربع عضلات: البوبليتياس مسل، تيبياليس انتي بوستيريور، فليكسور هاليسس لونجس، فليكسور ديجيتورم لونجس. السبع عضلات ديت كانت بتاخد النيرف سبلاي من نيرف اسمه بوستيريور تيبيال نيرف، وكانت تتغذى دمويا بارتر وفين اسمهم بوستيريور تيبيال ارتري اند فين. هنبتدي نتناول هذه الايتمز ايتم ايتم. رقم واحد عندنا العضلات، ونبتدي بالجاسترو كنيمياس. الجاسترو كنيمياس مصل هذه العضلة لها تو هيدز. الاول قبل ما نتكلم على الاوريجن والانسيرشن نشوف الخريطة الجغرافية بتاعتنا، هنتناولها خريطة جغرافية للعظام ثم نتناولها تفصيليا ونركب عليها العضلات بتاعتنا. فخريطة العظام بتاعت اللور ليمب بس من الباك، لان انا بشرح عضلات الباك اوف ذا ليج. دي الفيمر من الخلف. الفيمر من الخلف ده اللي يهمني الجزء الاسفل. اللينيا اسبرا كان من اسفل الفرع لفرعين: لاترال اند ميديال سوبرا كوندايلر ريدجز. الكلام ده كان في النصف الاوسط او عند في نهايه النصف الاوسط وعند الثلث الاوسط وعند بدايه الثلث الاسفل. هيتفرع للفرعين دول، فهنجد ان الثلث الاسفل السطح اللي بتوين التو سوبرا كوندايلر ريدجز اسمه بوبليتيال سيرفس. طيب دي لاترال كوندايل ودي الميديال كوندايل والاثنين من الخلف، ودليلي على ذلك ان في نوتش منهم اسمه انتر كوندايلر نوتش. هذا النوتش اللاتر الباوندريز بتاعته اسمها انتر كوندايلر لاين. هذا الانتر كوندايلر لاين على اللاترال سايد كان ستريت وعلى الميديال سايد كان كيرفت. على كل كوندايل في بروس صغير اسمه ايبي كوندايل، لكن الميديال كوندايل كانت بتتميز ان نهاية الميديال سوبرا كوندايلر ريدج كان بيتصل ببروز عليها اسمه الدكتور تيوبركل. دي كانت الملامح التفصيل اللور اند اوف ذا فيمر او اللور بارت اوف ذا فيمر من الخلف. طيب التيبيا والفيبولا من الخلف، الملامح اللي كانت فيهم التو كوندايلز اوف تيبيا، اللاترال كوندايل عليها فيبولار فاسيت والميديال كوندايل عليها سيمي ممبرينوزس جروف. طالع من الفيبولار فاسيت اوبليك لاين اسمه سوليال لاين، ونازل منه فيرتيكال لاين. هيقسم الباك اوف تيبيا الى تو هافز، لاترال هاف في مواجهه الفيبولا وميديال هاف في مواجهه الميديال مالولاس وفي الناحيه اللي فيها الهيد اوف ذا فيمر. اما الفيبولا من الخلف كان في عندي فيرتيكال، كان في عندي ميديان كريست، هيقسم البوستيريور سيرفيس الى قسمين اثنين: لاترال بارت وميديال بارت. دي الميديال مالولاس اوف تيبيا وعليها جروب من ورا اسمه مالولار جروب، وديت اللاترال مالولاس اللي هي كل اللور اند اوف ذا فيبولا. ديت كانت عظمة التيلس ديسكالكينياس ثم التيلس نافيكولار الكيونيفورم الكيوبويد ثم الميتاتارسالمون ثم الفلانجيز. تعالوا نركب العظام دلوقتي بتاعتنا عليها، العضلات على هذه العظام. الجاستروكنيمياس لها اتنين هيد، انا كل هيد بعملها باللون الاحمر، فهقول ان الميديال هيد هتطلع من البوبليتيال سيرفيس اوف فيمر اباف ذا ميديال كوندايل. تاني كده، ادي الميديال كوندايل والبوبليتال سيرفيس هنا اهي.
اما اللاترال هيد اوف ذا جاستروكنيميس فتطلع من اللاترال كوندايل نفسها، ملاش دعوه بالسيرفس، يعني هي واطيه شويه، تطلع من اللاترال كوندايل اوف فيمر اباف ذا لاترال ايبي كوندايل. التو هيدز بيتحدوا مع بعض تقريبا في نهايه التلت الاوسط من الباك اوف ذا ليج ويعملوا تندون طويل. هذا التندون الطويل اسمه تندو كالكينيوس او تندو اخيلس او العرقوب. اخيلس ده كان فارس مشهور في العصور القديمه وكان معروف في حرب طرواده، والفارس ده قتل في عمليه شهيره بان قطع الوتر بتاع الجاستروكنيميوس مصر بتاعته وشل عن الحركه، فسمي هذا الوتر بوتر اخيلس او تندو اخيلس. النيرف سبلاي للجاستروكنيميوس هو التيبيال نيرف، والتيبيال نيرف هو المسمى الحديث للميديال بوبليتيال نيرف اللي هو الاسم القديم بتاعه. اما الاكشن بلانتر فليكشن اوف انكل او فليكشن اوف ذا انكل ثم الفليكشن اوف ذا ني، وهي ايضا تساعد على تثبيت الني جوينت، فبالتالي فهي انتي جرافيتي مصل. نشوف شكلها الطبيعي، ادي المنظر بتاعها في اللور ليمب وهي مكسيه بالسوفت تيشوز. العضله الثانيه اسمها سوليس، ده منظر خلفي لعظام الباك اوف ليج. كانت في عندي ده الميديال بوردر اوف تيبيا وده اللاترال بوردر اوف تيبيا وده السوليال لاين، ثم ده عندي الشافت اوف تيبيا. في الابر اند بتوين التيبيا اند فيبولا كان في تندينس ارش عامل بريدجز بتوين الاثنين في هذا الموقع. السوليس ماسل لما تيجي تطلع هتطلع من الاماكن ديت بهذا الشكل اللي انا حكيت عليها، هتطلع من خمس اماكن، ثلاثه منهم كانوا او اثنين على التيبيا واثنين على الفيبولا وواحد مشترك في النص. هتطلع من من الميدل بارت اوف ذا ميديال بوردر اوف تيبيا وتاخد من السوليال لاين وترجع تعمل بريدجنج على التندينس ارش اللي بين التيبيا والفيبولا، وتاخد من الباك اوف ذا هيد اوف ذا فيبولا، وتاخد من الابر هاف اوف ذا باك اوف شافت اوف فيبولا، وتنزل وتشترك مع الجاستروكنيميوس في تكوين التندو كالكينيوس او التندو اخيلس. وتندو اخيلس هيشيل الانسيرشن وهيوديه على البوستيريور راف اريا اللي موجوده على الكالكينيوس بون. النيرف سبلاي تيبيال نيرف اللي هو الميديال بوبليتال نيرف. الاكشن بلانتر فليكشن يعني فليكشن اوف انكل وفليكشن اوف ني، وتساعد على تثبيت الفيمر على التيبيا فهي انتي جرافيتي مصل. ولها اكشن اخر اثناء الووكينج، انها بتساعدنا في مد الرجلين بتاعتنا اثناء حركه المشي. ادي منظر اخر للسوليس ماسل، وعشان نتصور وضعها في اللور ليمب بشكلها الطبيعي. العضله الثالثه طبعا هنا متغطيه بالجاستروكنيميوس. العضله الثالثه اسمها البلانتاريز. البلانتاريز هذه العضله بتبتدي بحرف البي، وهي بي ابسنت، واحده من ست عضلات في جسم الانسان بي ابسنت، اثنين في اللور ليمب واثنين في الابر ليمب واثنين في الابدومن. اللي في اللور ليمب اول واحده هي بحرف البي اسمها البلانتاريز. الاوريجن بتاعها زي ما احنا شايفين طلع من البوبليتيال سيرفيس اللي قاعد بتوين ذا لاترال اند ميديال سوبرا كوندايلر ريدجز اللي موجودين على الباك اوف ذا لور ثيرد اوف شافت اوف فيمر في مواجهه العضله الاخرى اللي هي الميديال هيد اوف جاستروكنيميوس، وهتنزل تحط الانسيرشن بتاعها في التندو كالكينيوس اللي هيشيلها يوديها للبوستيريور راف سيرفيس اوف كالكينيوس. العضله ديت اللي مي بي ابسنت هتاخد نيرف سبلاي من التيبيال نيرف، والاكشن بتاعها هي ويك بلانتر فليكسور، وبتعمل ويك فليكشن اوف ذا ني جوينت. علشان نعرف موقع العضله دي بالظبط هنجدها، ادي موقعها الطبيعي، هنجد ان هذه العضله تقع في موقع متوسط بتوين ذا سوليس ديبلي، ديبلي هنا يعني تقع انتيرور لها وبين الجاستروكنيميوس من فوقيها.
فعشان كده لما نيجي نبحث عليها في العملي هنبحث عليها بين عضلتين، اجيب الجاستروكنيمس واشيلها هنجدها قاعده فوق السوليه. ادي كانت العضله الثالثه من عضلات السوبرفيشال جروب اللي اسمها البلانتاري. كده السوبرفيشال جروب انتهت، ندخل على الديب جروب، واول عضله فيهم اسمها البوبليتيس وهي الرابعه في مجموع عضلات الباك اوف ذا ليج. البوبليتيس باسل احنا شرحناها قبل كده، هتطلع من هذا المكان على اللاترال كوندايل اوف فيمر اللي اسمه البوبليتيال جروب. البوبليتيال جروب يقع مباشره تحت اللاترال ايبي كوندايل، فتاخد الاورجن من البوبليتيال جروب وهتحط الانسرشن في هذا المثلث اللي هو الترينجولار اريا اللي على الباك اوف ذا شافت اوف تيبيا فوق السوليا لاين بهذا الشكل. والبوبليتيس ماسل كانت بتاخد نيرف سبلاي من التيبيال نيرف، والاكشن بتاعها زي ما احنا قلنا قبل كده انها تعمل انلوكينج او هتفك اللوك اوف ذا ني جوينت، يعني تفك حاله الاكستنشن وعدم الحركه. فديت الفيرست فليكسور او الماسل اللي بتعمل انلوكينج اوف ذا ني جوينت. العضله دي لها اتنين بوردرز، ابر بوردر ولور بوردر. عند اللور بوردر اللي اسمه الديستال بوردر هناك سبع احداث تشريحيه هامه، منها ارترز بتغير وضعها، نيرفس بتغير مكانها، فينز بتتجمع وتعمل فين اخر، فاشيه بتنتهي، اريا بتنتهي، نيرف بيدخل بطريقه معينه هنحكي عليها تفصيلا بعد ذلك. وادي شكل البوبليتيس في اللور لم. العضله رقم خمسة او الثانيه في ترتيب الديب جروب اسمها فليكسور ديجيتورام لونجس. تعالوا نمسك الاسم نحلله. فليكسور يعني عضله تنتمي الى الفليكسور جروب، والفليكسور جروب اوف ذا ليج هي مجموع العضلات اللي بتشكل البوستيريور كومبارتمنت او الباك اوف ذا ليج. ديجيتورم يعني رايحه للديجيتس اوف ذا توز. كلمه الديجيتس اوف ذا توز يقصد بيها دايما او غالبا اللاترال فور توز، يبقى رايحه للديجيتس اوف ذا لاترال فور توز. والديجيتس زي ما احنا قلنا قبل كده هي اجزاء التوز بما فيها من عظام ولحم، اما الفلانجيس فهي اجزاء او الجزء العظمي من الديجيتس. لونجس اي عضله لما تكون لونجس لازم توصل لديستال اريا، والديستال اريا يعني عندنا الديستال فالنجيس، يبقى العضله اللي ماسكه في الديستال فالنجيس اوف ذا لاترال فور توز. تعالوا نجيب العضله ديت ونشوفها. العضله من اسمها ماسكه انسرشن بتاعها لاترالي، فالاوريجن بتاعها لابد انه يكون ميديالي. ميديالي هتطلع هذه العضله من الموست ميديال بارت، يعني تطلع من الميديال بارت اوف ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا شافت اوف تيبيا. البوستيريور سيرفيس ده احنا قلنا اتقسم لنصين، مين اللي قسمه؟ الفيرتيكال لاين قسمه الى لاترال بارت في مواجهه الفيبلا وميديال بارت لوحده بعيد ناحيه الميديال مالولس. ده كان الاوريجن اوف فليكسور ديجيتورام لونجس. هينزل الاوريجن بتاع هذه العضله هينزل من ورا الميديال مالولس ويدخل للصول، يمشي في الكومبارتمنت الثانيه في الصول اللي هي السكند لاير اوف ذا صول، ثم ينقسم الى اربعه تندونز وهيحط الانسرشن بتاعه في الديستال فالنجيس اوف ذا لاترال فور توز. النيرف سبلاي العضله ديت بالاضافه للعضلتين الاخريتين من الديب جروب هياخدوا من نيرف سبلاي من البوستيريور تيبيال نيرف، والبوستيريور تيبيال نيرف هو الامتداد الشرعي للتيبيال نيرف اللي هو الميديال بوليتيال نيرف. الاكشن بلانتر فليكشن اوف انكل بتعدي عليها، وبلانتر فليكشن لكل الجوينتس اوف ذا لاترال فور توز، كما انها تسهم في الانفيرجن اوف ذا فوت يعني الالتواء الداخلي للفوت. وده العضله رقم 2 في الديب جروب. العضله رقم 3 في الديب جروب اسمها فليكسور هاليسز لونجس. الفليكسور هاليسز لونجس تعالوا نحلل الاسم بتاعها. فليكسور يعني عضله تبع الفليكسور جروب اللي قاعده في الباك اوف ذا ليج يعني البوستيريو كومبارتمنت، هاليسز يعني ماسكه في البيك تو، لونجس يعني ماسكه في الديستال فالانكس اوف ذا بيك تو،
يعني الانسرشن بتاعها كان في الديستال فالانكس اوف ذا بيك تو اللي بيقع ميديالي، فبالتالي الاورجن بتاعها لازم يكون لاترالي زي ما هنشوف بهذا الشكل. يبقى حتما لازم تطلع من اللاترال بارت اوف ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا شافت اوف فيبولا بالشكل ده، ده كان الاورجن بتاعها. اما الانسرشن العضله ديت هتمشي تحت الفليكسور ريتانوكولم اوف ذا انكل، وعشان تدخل للسكند لاير اوف ذا سول زيها زي الفليكسور ديجيتورم اللي فاتت، وهتصل للبيز اوف ذا ديستال فالانكس اوف ذا بيك تو نيرف سبلاي تيبيال نيرف البوستيريور تيبيال نيرف اللي هو الامتداد الطبيعي للتيبيال نيرف. الاكشن بلانتر فليكشن اوف انكل، ادي واحد، وتشتغل تعمل فليكشن لكل الجوينت بتاعت البيك تو، كما انها رغم انها جايه من اللاترال سايد الا انها مع الفليكسور ديجيتورم لونجس هيساهموا في احداث انفيرجن اوف ذا فوت لانها ماسكه في الصابع الكبير. العضله اللي بعد كده رقم 7 اسمها تبيالز بوستيريور. الخريطه الجغرافيه بتاعتنا فيها ادي عندي التيبيا والفيبلا السوليه اللاين، وادي هنا ده كان الفيرتيكال لاين وده الميديان كريست. العضله المتبقيه هتتبقى هتخرج او يعني تخرج يعني تعطي الاوريجن بتاعها من الاجزاء المتبقيه من الباك اوف تيبيا اند فيبلا باك اوف ذا شافت. الاجزاء المتبقيه الاجزاء اللي في مواجهه بعضها اللي هو اللاترال بارت اوف ذا باك اوف شافت اوف تيبيا والميديال بارت اوف ذا باك اوف شافت اوف فيبلا والانتر اوسيوس من ميمبرين اللي بينهم. ده كان الاوريجن اوف مين اوف ذا تيبيالز بوستيريور. التيبيالز بوستيريور هتمشي في جروف خاص بيها، في جروف يقع ورا الميديال مالولاس، والتندوم بتاعها ينقسم لقسمين اتنين. القسم الاول هيروح للنافيكولار تيبروزيتي او التيبروزيتي اوف ذا نافيكولار بون، والقسم الثاني هيروح لكل الترسال بونز ما عدا التيلر. وليه؟ ده هنوضحه اكتر مع حركة مع الانفيرجن والديفيرجن، لانه لو كان حط الانسيرشن بتاعه في التيلس كان هتحدث شيء خطير هنحكي عليه بعد كده. النيرف سبلاي اوف تيبيالز بوستيريور هو البوستيريور تيبيال نيرف. الاكشن اوف تيبيالز بوستيريور بلانتر فليكشن اوف انجل سبورت الارشز اوف ذا فوت وبتعمل انفيرجن اوف ذا فوت. دي اقوى عضله تعمل انفيرجن اوف ذا فوت. انفيرجن هو الالتواء الداخلي، يحدث الالتواء الداخلي بعضلتين اساسيتين وعضلتين فرعيتين. الاساسيتين التيبيالز بوستيريور والتيبيالز انتيريور، الفرعيتين اللي هي الفليكسور هاليسيس من على اللاترال سايد والفليكسور ديجيتورم من على ميديال سايد لونجس. طبعا ديت كانت التيبيالز بوستيريور مصل. احب اقول ان التيبيالز بوستيريور مصل هي اول عضله التندوم بتاعها بيمشي من ورا الميديال مالولاس. لما نيجي نشوف الديب جروب ونحطهم مع بعض في رسم في دايجرام واحد، سوليا لاين ونازل منه الفيرتيكال لاين، ايوه العضله دي، ايوه بالظبط فليكسور هاليسس لونجاس، لان انا هعرف العضله مش من عند الاوريجن، هعرفها من عند الانسيرشن، وده اللي المفروض تاخدوا بالكم منه في وقت العملي. العملي ما تتعرفش على العضله من عند الاوريجن، تتعرف عليها من عند الانسيرشن. عضله ماسكه في الديستال فالانكس فهي لونجس اوف بيك تو فهي هاليسز، في الباك اوف ذا ليج فهي فليكسور، فليكسور هاليسس لونجس. العضله الثانيه ما ببصش على الاوريجن، اشوف الانسيرشن. ايوه عضله لها اربعه تندونز، ماسكين فين؟ ماسكين في الديستال فالانجيس. ديستال فالانجيس تبقى لونجس اوف ايه؟ اوف لاترال فور توز، يبقى ديجيتورم، يبقى فليكسور ديجيتورم، تبقى ديجيتورم لونجس. ديجيتورم لونجس تبع اي جروب، فليكسور ولا اكستنسور؟ دي هي هنا من الباك، تبقى فليكسور ديجيتورم لونجس. ثم العضله اللي تخرج من الاجزاء المتبقيه التيبيالز بوستيريور من الجزء الاوسط بتوين ذا تيبيا اند فيبلا، وحطت انسيرشن في النافيكولار تيبروزيتي وكل الترسال بون ما عدا التيلس فهي التيبيالز بوستيريور. احنا بالشكل ده خلصنا عضلات الباك اوف ذا ليج. هنتولى في الدرس اللي جاي شرح النيرف والبلاد سبلاي بتاعه.